قيادة القداس الذي ترأسه المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كنيسة رقاد السيد العذراء في حنينة بمعدبة، قال سيادته: المسيح شاركنا بكل شيء عدا الخطيئة، وتحمل كل شيء بالمحبة الأبوية ليمنحنا الخلاص. ومن هنا أوصانا بمحبة بعضنا لبعض بحياة الشركة بالمحبة والسلام، متمسكين بإيماننا ورجائنا بالله المخلص، لأننا بحسب جوهر هذه العلاقة سنكون مدينين حتى نكون شركاء الآب السماوي في الحياة الأبدية. كل حياة المسيح على الأرض كانت وتعاليمه هي حتى يكشف للناس الإله المتجسد، الرب يسوع المسيح إلهنا المتجسد، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس اللي تجسد من أجل خلاصنا، من أجلنا، لأنه أحبنا، لأنه بحبنا، ومات من أجلنا وقام من بين الأموات. يعني دائما ربنا في كراسته كان يحاول يفسر ويعلم الناس عن الإله الحقيقي، لأنه كان إلهم فكرة مش سليمة عن الله في العهد القديم، وكأنه الله هو ديكتاتور فوق موجود اللي بحاسب الناس بقساوة وهلم وجر من الأفكار العديدة اللي موجودة، ويخوفي إنها موجودة لحد يومنا في كتير من الأجواء عند الناس، موجودة في عندهم فكرة خاطئة عن الإله المتجسد، عن الرب يسوع المسيح، وعن إلهنا الواحد المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس. عشان هيك دائما كان السيد يحاول يرتقي بفكر مستمعيه حتى يقدروا يعرفوا الإله الحقيقي، حتى يؤمنوا فيه، ولكن هم ما كانوا يستوعبوا السيد عن مين بتكلم. فكرهم الناموسي كان دائما يفكروا انه هو المسيا، وهو المسيا، وهو المسيا، ولكن فكرة المسيا عندهم كان إلها فكرة دنيوية، يعني اللي هو رح يجي يخلصهم من الحكم الروماني. عشان هيك ولما شافوه بعمل العجائب وفي الآخر بيقيم الموتى كمان اتبعوه، لأنهم ظنوا إنه هو معه رح يعملوا جيش حتى يتحرروا من الرومان. والسيد أكد لهم إنه أنا إجيت لأخلص العالم وأكشف للعالم عن الإله المتجسد اللي هو أنا. وفي ختام القداس أعلن المطران خريستوفورس للرعية مغادرة للإيكونومست نيكولا داود لخدمة أبناء الرعية في أمريكا لمدة عام، ثم يعود بعدها إلى الأردن، وانتداب الأب نيكوفورس للخدمة في مادبة متمنيا لهما خدمة مباركة. عاون سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من أبناء الرعية.